اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا سكوب لك سيدتي ولقناة الحياة، أنه نعمل سوف يكون إن شاء الله يوم تولد هذا إطلاق أول نسخة نظام تشغيل لمختلف الحواسب، ونحن نعلم أن الحواسب المتصلة بالجزائر بلغ عددها أكثر من 25 مليون حاسوب متصل، سوف يكون فيها نظام تشغيل. نظام التشغيل معروف في العالم هم فيه نظامين تشغيلين، نظام الويندوز كما يعرف النظام ويندوز XP أو 7 إلى غير ذلك، أو نظام ماك أو إس على سبيل المثال الكابتن أو سيرا. اليوم راح يكون فيه نظام تشغيل لهذه الحواسيب جزائري 100% يعتمد على ما يعرف بالأنظمة المفتوحة. سوف يشرف إن شاء الله سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إطلاق هذه النسخة جزائرية 100%. وبالعودة واليوم نحن في ساعة اقتصاد الحديث عن العائد المالي والاقتصادي من وراء هذا. هذا نظام مفتوح، أي صفر دينار راح يكلف تحميله وتثبيته على مختلف الحواسيب للأسر الجزائرية. ونعرف أنه متوسط ما كان يصرفه المواطن الجزائري على سواء نظام حماية ما يعرف بالزونتي فيروس معدل 3000 دينار جزائري. لك سيدتي الكريمة أن تقومي بالعملية الحسابية وصل 25 مليون مستخدم في 3000 دينار جزائري. اليوم نتحدث على أكثر من 27 مليون دولار وأكثر من 25 مليون أورو، هي قيمة في سنة واحدة مقابل ما ينفقه المواطن الجزائري على حماية الأنظمة المعلوماتية لحاسبه الخاص. هذا النظام هو ثمرة مجهودات ل طلبة وباحثين جزائريين، سوف يكون انطلاقة من جامعة الدكتور مولاي طاهر بجامعة سعيدة، وهم مشكورون لأنه فيه لجنة وطنية للأنظمة المفتوحة اللي هي اللي نظمت هذا الهاكاثون اللي سوف ينبثق عنه إنشاء أول نظام أو توزيعة جزائرية 100% إن شاء الله. سوف